مشاهدينا، يمكن بعد موضوعنا مع حسين ودرجات الحرارة المرتفعة رح نروح لموضوع آخر ومختلف تماما. يعني أسئلة كتير بتنسأل، يعني منها إنه شو هي محددات اختيار شريك الحياة، وإذا ممكن إنه تتغير عادات الشريك بعد الزواج، أو إنه ممكن يعني إنه يكون هاي أمال أو وردية، أو إنه عن جد في إمكانية لهاي الأمور إنها تكون موجودة. يمكن كتير بتختلف هاي المتطلبات واختيارات الشريك من مجتمع لآخر، وممكن داخل المجتمع الواحد استنادا الى عده عوامل تتدخل بها محددات الزمان والمكان، اضافه الى العوامل النفسيه والاجتماعيه والماديه ايضا. لذلك اليوم راح نناقش اهم المعايير والمحددات لما نختار شريك الحياه، وعلى الجانب الاخر من الموضوع هل ممكن تغيير عادات الشريك بعد الزواج او لا؟ اكيد، وهذا الحديث كله راح يكون مع الدكتوره فاديه الابراهيم لنحكي فيه اكثر بتفاصيل مهمه. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك دكتوره. كيف اهلا، يسعد صباحكم. صباح الخير دكتوره. صباح الورد. يعني دكتوره بصراحه موضوعنا اليوم موضوع مهم جدا، لانه يمكن اهم واكثر خطوه تحتاج دراسه بالحياه وبحياه اي شخص هو لما يختار شريك الحياه ولما يفكر انه يرتبط. فاول سؤال نساله انه شنو هي الاسس والمعايير اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار لما نختار شريك حياتنا؟ الأساس الأول هو التوافق والتقارب في مجالات مختلفة. طبعا في المجال الفكري ضروري جدا أنه عقليتهم أو اتجاه العقلية نفس الاتجاه، يعني ما بنفع حد محافظ جدا وحد غير محافظ أنه يرتبطوا، لأنه راح يصير في يعني صراعات فكرية. أيضا التوافق العاطفي أو القبول الروحاني أو الوجداني، مو بالأساس يعني هو كما بنعتقد أنه حب، أنه الزواج يكون على حب، ممكن يكون على حب وممكن يكون لا. نعم. ما كان في حب قبل أو أي علاقة عاطفية، لكن خلال التعارف بصير في نوع من التوافق يعني الروحي والوجداني. أيضا البيئة ضروري ومهمة، يعني البيئة اللي عاش فيها الزوج أو الزوجة، الأهل، في تقارب، ما يكون في اختلافات كبيرة أو صدمات من الناحية الاجتماعية، من الناحية المادية. طبعا هاي القواعد تكسر في كثير من الأحيان، إلا إنه التوافق بيكون أقرب على أساس إنه مستقبلا ما يكون في أي صراعات أو أي خلافات بين الزوجين. أيضا رضا الأهل، لأنه إحنا أسر ممتدة، يعني ما وصلنا لمرحلة الفرادة أو الفردية إنه نكون مستقلين عن أهالينا أو هذا رأينا الخاص، لأنه الزواج في مجتمعاتنا هو زواج عائلات أكثر من ما هو أفراد. فقبول الأهل شيء يعني مهم في الارتباط، لأنه أحيانا عدم مباركة الأهل بعمل مشاكل يعني مستقبلية. 100%. والتفاهم أيضا على تفاصيل الحياة، تفاصيل ما بعد الزواج، من ناحية السكن، المعيشة، طريقة الحياة، عدد الأولاد إلى آخره. نعم. وأيضا في أهم نقطة أيضا ما ذكرناها هي التوافق في العمر. يعني لازم يكون العمر متقارب، مو كتير قريب ولا كتير بعيد، يعني من 6 إلى 8 سنوات جيد، 4 سنوات جيد، بس لما يكون في يعني جاب كبيرة في العمر لا، ممكن يكون في اختلاف في الشخصية وفي الفكر وفي أسلوب الحياة وفي الاهتمامات، فبيحدث تصادمات بعد الزواج. نعم. طيب يعني بنتفق احنا دكتوره فادي انه هناك مجموعه من الاسس وعدد من الاسس اللي لازم تكون او تتحقق لحتى يتم هذا الزواج او لحتى ينجح هذا الزواج. اذا بدنا نحكي على عدد الاسس الماكسيموم، مثلا انه 3 اسس مثلا فاشله ممكن انها تفشل الزواج هذا تماما او تفشل الارتباط هذا تماما، ولا واحد من الاسس، ولا ما في شيء محدد، ولا هو على حسب أي نوع من هاي الأسس أو أي شيء، إذا كان من شغلات الميجر الكبيرة ولا أو الشغلات البسيطة الصغيرة، فشو الأشياء اللي ممكن إحنا نحكي عنها ما بتحقق هذا الزواج ممكن أنها تفشله؟ عدم التوافق الفكري، لأنه إحنا دماغنا هو وطريقة تفكيرنا هي اللي بتحدد كل أسلوب حياتنا، كيف بدنا نحكي، كيف بدنا نتصرف، كيف بدنا نقبل، كيف بدنا نرفض. فدائما التباعد الفكري هو اكبر مشكله، يعني لعدم التوافق بين الزوجين، لانه فكرنا وطريقه تفكيرنا هي اللي بتحدد اسلوب حياتنا وسلوكنا بعدين. فالتوافق الفكري مهم جدا، وهو ممكن يعني يكون الفخ اللي يقع فيه الشريكين وما يتقبلوا بعض، يعني نعم، خلال العشرة الزوجية أو الحياة الزوجية بيناتهم. نعم. طب دكتورة لو جينا نريد نرتبهم على الأولوية، خلينا أولوية أولى هو التوافق الفكري، شنو يجي من بعدها؟ قبول الأهل. يعني أنا أكثر الحالات اللي بدرسها أو الحالات اللي بتعرض علي أغلب الخلافات من الأهل بتكون، نعم، يعني عدم قبول أحد الطرفين من الأهل أو عدم الاندماج مع العائلة الجديدة أو العائلة الكبيرة
للزوج او للزوجه او تدخل الاهل، وغالبا الام مثلا تتدخل في بنتها، او هي قصصنا يعني في مجتمعاتنا العربيه. فالاهل كثير بيلعبوا. طيب دكتوره ليش هذه النقطه؟ يعني احنا اليوم صحيح. لما نتحدث عن علاقه او الارتباط بالزواج، احنا اليوم نتحدث عن ارتباط شخصين هم الاثنين راح يعيشون ويا بعض، ليش نشوف دائما للاسف انه في الغالبيه الاهل يكون لهم في بعض الاحيان تدخل يعني ما يكون محمود نوعا ما، نشوف مرات تدخلهم يكون بطريقه تطغى على رغبه الاثنين اللي حابين يرتبطون، وممكن ان تسبب في حياه تعيسه جدا على طول المدى اللي راح يكونون عايشين به، وبالنهايه يؤدي للطلاق. فليش اليوم احنا ما نشتغل على موضوع الاهل نوعيهم انه اليوم احنا لازم نترك الاختيار بقصص الزواج للاطراف الاثنين اللي راح يرتبطون؟ صحيح، بالاصل هو الزواج بين شخصين يعني الزوج والزوجه، والاهل هم اذا وجدوا فلازم يكونوا داعمين لهي العلاقه، او انه يعطوا اشياء ايجابيه لينجحوا هاي العلاقه. اما التدخل السلبي والتدخل اللي بيعمل فوضى في علاقه الزوجين والشريكين، او بياثر على حياتهم، او بيكون تدخل سلبي، هذا يعني مرفوض وغير مقبول. هذا التدخل من عاداتنا وتقاليدنا، انه احنا الاسر ممتده، الاهل كثير مهمين، الاشخاص بعد الزواج ما بينقطعوا عن اهاليهم، لازم يضلوا مستمرين. اوكي هذا شيء جيد ورائع وممتاز انه احنا علاقاتنا الاجتماعيه ممتده، وعلاقاتنا الاجتماعيه يعني جماعيه ومتينه تماما، لكن بحدود، يعني لازم ننظم هاي العلاقه ومنذ البداية، والزوج هو الأساس في تنظيم هاي العلاقة مع يعني زوجته كمان. صحيح. خصوصاً الأهل يعني بتعرف في قصة الحماية والكنة، وهي هاي الموروث الاجتماعي اللي في حياتنا، لازم يوضح حدود خلص إنه أوكي إحنا بنتواصل معكم، إحنا بنزوركم، إحنا بنهتم فيكم، وتواصلنا جيد ومهم، لكن في حدود، لازم يكون خصوصية للحياة الزوجية، لازم تكون خصوصية وقداسه لهي الحياه الزوجيه، وما نسمح لاي طرف يتدخل. صح. خصوصا في الاشياء السلبيه. اكيد طبعا، يعني اكيد كل احترام لكل الاهالي، ولكن اكيد وقت ما يطلع الرجل او المراه من منزل اهاليهم، هناك كثير يعني شغلات لازم ياخذوها بعين الاعتبار، انه هاي بتخصهم لحالهم وما لازم انه كثير يتدخلوا فيها. صحيح. او لحتى ينجحوا كمان هذا الزواج، لانه للاسف اغلب الطلاقات عم بتكون بسبب تدخل الاهل، وهي هاي نقطه مثل ما حكيت، هي من النقط المهمه عندنا للاسف في المجتمعات العربيه، ولكن عم ناخذها عاده بالطرق السلبيه اكثر مما هي من فائدتها والطريقه الايجابيه. طيب اليوم احنا كمان دكتوره فاديه في عندنا موضوع انه الزواج ايضا من الاقارب، وكثير بنشوف هذا الموضوع ملغي او مرفوض بالغرب، ولكن عندنا بالشرق احنا هذا الموضوع كثير بيكون فيه منه، انه ما بدنا اياها تطلع لبرا، ما بدنا اياها تروح لغريب، او ما بدنا اياه يروح لغريبه، فانه دائما بنشوف هذا الموضوع موجود عندنا، ولكن للاسف انه هذا ما عاده بيولد ايضا المشاكل بشكل كثير كبير. فهل هو هذا واحد من الاسس اللي لازم احنا ما تكون موجوده بفكره الزواج، اذا حدا فكر بالزواج انه ما تكون حدا من قرايبي، او ما تكون حدا يعني من بنات خالي، من بنات عمي، ولا عادي هذا الموضوع انه في امكانيه انه ينجح؟ هلأ الإمكانية النجاح أو الفشل بتعتمد يعني على الشخصين وعلى طبيعة الأهل، لكن بالعموم يعني حتى طبياً وفي علم الجينات والوراثة يفضل أنه التباعد في الزواج، لأن زواج الأقارب ممكن ينتج على مشاكل يعني للجنين، أو بعض الأمراض الوراثية اللي بصير فرصة أكبر تظهر من زواج الأقارب. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أوصى أنه بما معناه بمباعدة النكاح، أنه الشخص ما يتزوج من أقاربه كثير. هلأ بعض الزواج الأقارب لأنه بيكون فيه ما في حدود للعلاقة، أو ما في قوانين أو تنظيم للعلاقة، ومن باب المعرفة الكاملة يعني، ومن باب بعض القصص والتفاصيل القديمة أو المشاكل القديمة أو العداوات القديمة أو التدخل الزائد، ممكن يعطي فرصة أكبر لحدوث المشاكل. يعني الزواج من الأقارب بيكون فيه مشكلات اجتماعية أكثر من عائلات متباعدة، لأنه العائلات المتباعدة بيكون التقائها رسمي. صح. مهما كان في تقارب، بس خلص بضل العيلتين منفصلات، وكل عيلة إلها حدودها وإلها مساحتها. أما زواج الأقارب هو يعني متقارب، فبيكون شوي في تقارب زائد عن الحد، في شوي من الفوضى، في شوي من كما ذكرت التاريخ والماضي والعلاقات، علاقة مثلا والدتها بوالدته القديمة، والده بوالدها،
كل هذا ممكن يعني يأثر سلبا على العلاقات. فأنا بفضل لا، التباعد بيكون أفضل يعني لعدة نقاط. صحيح. نعم. طب دكتورة، اليوم لو جينا ندرس موضوع الزواج بنظرة عامة، يعني أكثر الأشخاص اللي تابعونا الآن راح يخطر على بالهم سؤال، أنه إحنا لما نجي نخطي هذه الخطوة، هل نفكر بقلبنا أم نفكر بعقلنا؟ وإذا كان المناسبة فش قد النسب لازم تكون؟ لا اكيد العقل، انا مع نظريه العقل، يعني حسب هو كل شخص شو بحب. قصص راميو وجولييت بس بدون غياب الناحيه الوجدانيه والعاطفيه. ضروري طبعا. يعني شخص كل معاييره جيد وممتازه وزوج مناسب بس انا ما في قبول، لا لا اكيد القبول العاطفي من البدايه والروحاني لازم يكون، بس دائما العقل لازم يكون موجود. مو دكتوره، لانه هي شراكه وطويله لمدى الحياه. حلو. فما بدنا نغيب عقلنا وبس نتصرف بعاطفتنا، لانه العواطف دائما احيانا يعني تخدعنا، والعواطف اصلا تتغير وتتبدل. نعم. لكن قوانين العقل الثابته بتضل، يعني انت على قاعده ثابته وراسخه ومتينه. فلا، لازم مثل اي شراكه او اي مشروع بده دراسه عقليه جيده مع القبول العاطفي والوجداني طبعا ضروري 100%. طب اليوم دكتورة كمان إذا بدنا نيجي احنا نحكي عن موضوع جدا مهم، يعني اللي هو يمكن انا ذكرته مقدمة الحلقة ولكن حيك لازم نركز حاسة عليه بشكل كتير كبير. عادة ما كتير من الأشخاص بيكونوا بيلتقوا مع بعض، يا إما بيكونوا بعلاقة حب بعدين بتتكلل بالخطوبة والزواج، وعادة ما بيكون موضوع تقليدي، ولكن في فترة خطوبة منيحة اللي بيقدروا يتعرفوا فيها على بعض وبيقدروا يندمجوا فيها ويشوفوا بعض ويشوفوا عادات بعض أيضا. ولكن عندنا شغلة كتير مهمة بتصير، إنه عادات الزوج أو الزوجة، يعني ما بدنا نيجي نحدد الزوج لحاله، الطرفين أحيانا ما بتكون تختلف بعد الزواج، منصير نشوف شغلات جديدة. فهل هناك أي طريقة إنه الإنسان اللي قاعد هلأ مع هذا الشخص في مثلا نقاط معينة أو تصرفات معينة إنها ممكن إنها تنبهه على إنه هذا الإنسان ما رح يضل هيك بعد الزواج، أو هي رح تبين له إنه هذا الإنسان ممكن يتغير، لحتى هو يعرف يتصرف قبل إن كان يستمر بهاي العلاقة أو لا، قبل ما يصير زواج وأطفال ولا بدأ أضل عشان الأولاد وكل القصص اللي للأسف كتير من العوائل عم بمروا فيها بالوقت الحالي. فشو الشغلات اللي لازم يعملها هذا الشخص إن كان المرأة أو الرجل، وشو الأمور اللي لازم ينتبه لها بفترة الخطوبة لحتى يقدر يقرر عن من خلالها إنه هذا الإنسان هل هو إنسان رح يتغير بعد الزواج أو لا؟ هلأ موضوع تغيير الشريك بعد الزواج هي من أكثر المواضيع الجدلية يعني في العلاقات الأسرية، وأخصائيين يعني العلاقات الأسرية بنقسموا لمدرستين، مدرسة تشاؤمية بتقول لا إنه التغيير مستحيل يعني بعد الزواج، إنه كل شخص بيضل على أطباعه وهي الأطباع ثابتة وما بتتغير، وبعض المدارس لا بتشوف إنه ممكن تغيير الزوج. أنا من الوسط، يعني بشوف إنه تغيير الشريك أو الشريكة ممكن، أو طباعه يعني ممكن، لكن بصعوبة بالغة. ليه؟ لأنه الشريك مش طفل، الشريك شخص ناضج، شخصيته مكتملة، طباعه خلص يعني أخذت منحة محدد، فالتغيير بيكون صعب جدا، بيحتاج لعدة أسس إذا بدنا نقوم فيه أو لا. أول شيء الاستعداد الشريك نفسه للتغيير، هو بيقبل يتغير أو لا. بعض الشخصيات عنيدة جدا جدا جدا، لا تقبل التغيير حتى من نوع لا إرادي، يعني هم طبائع عندهم صعبة، فتغييرهم بيكون صعب جدا. الشغلة الثانية اللي هي قدرة الشريك أو الطرف الآخر على التغيير، هل بملك الذكاء الكافي والصبر الكافي والطرق الانفعالية والتعبيرات الانفعالية لأنه يغير هذا الشريك أو لا. فهو بيعتمد على الطرفين، على الأساس اللي بدنا نغيره وعلى الشخص اللي بيحاول التغيير. نعم. لازم اثنين يكون عندهم استعداد وعندهم القدرة على التغيير. تمام. لكن دكتورة يمكن أنا هون كانت نقطتي العكس، يعني يمكن هاي نقطة جدا مهمة اللي حكيتيها، أنه برضو لازم الواحد ينتبه لكيف أنه بيقدر يغير هذا الشريك وأنه سلس معاه رح يكون ولا لا. ولكن أنا نقطتي كانت العكس، نقطتي كانت الإنسان اللي بيكون كتير منيح بفترة الخطوبة وبتكون العلاقة جدا رائعة، ولكن هناك ممكن أنه شغلات ممكن بيعملها هذا الشريك أنه إحنا ننتبه لإلها، لأنه هو ما رح يدوم هذا
المحاسن والعلاقه سحر الحلوه بالضبط، يعني بالضبط سحر البدايات، انه كيف بيكون هو بدايه بالبدايه بيكون كثير منيح، ولكن بعد الزواج الانسان بيقلب تماما، يعني بتغير بصير شخص اخر تماما، لدرجه انه الشريك اللي معاه بصير يقول انا مين تزوجت، يعني انه مش هذا هو اللي انا كنت معاه بفتره الخطوبه، فشو اللي صار بعد الزواج؟ فهي شو الاشارات اللي ممكن الواحد ياخذها من تصرفات شريكه بفترة الخطوبة اللي ممكن تدل على إنه هذا الإنسان ممكن يتغير بطريقة سيئة ما بعد الزواج، وإنه ينتبه لإلها لحتى ما يقوم بالخطوة الثانية اللي هي الزواج. هلأ في طبائع أصيلة بالإنسان هاي منه من جزء من شخصيته صعب جدا يتخلى عنها أو يغيرها، لازم ننتبه إلها، يعني مثلا زي الطبع أو صفة البخل، هاي صعبة جدا، يعني صعب إذا إنسان هو بخيل ومن صحيح. هو طفل وولد ونشأ وهو بخيل، صعب إنه الشريك يغيره. وفي غير الطبائع شيء اسمه سلوكيات، السلوكيات هاي بتتغير، سهل إنه نشتغل عليها، أسهل من الطبائع، زي مثلا هذا الشريك فوضوي غير منظم مثلا، أو ما بيعتمد طريقة الترتيب أو النظام، هاي ممكن نشتغل عليها وبالتدريب وبالصبر وبالممارسة بتتغير. هلأ الاختلاف بين هاي القضية يعني الجدلية الأزلية بين فترة الخطوبة وبين فترة الزواج، هذا إشي طبيعي، يعني في كتير أشخاص بيعتبروه إنه شيء كارثي أو هاي، لا هو طبيعي. ليه؟ لأنه فترة الخطوبة كما قلنا إنه هي لسه الحياة منفصلة، ما صار في شراكة حقيقية، ما صار في شراكة واسعة أو دائمة أو بشكل كل التفاصيل، هو في فترة تعارف، وبالأغلب هذا التعارف ما بيكون حقيقي، لأنه مثل ما بنعرف إنه هي فترة رومانسية، هي فترة الشخص أحسن ما عنده تماماً بيعرض أفضل ما عنده صح. لكن هلأ لما يصير في شراكة حقيقية وفي يصير يعني توافق فكري واندماج جسدي ويومي، فبيصير تفاصيل الحياة تظهر، هم ما بيكونوا عايشينها في فترة الخطوبة، زي مثلا بعدين الولادة، الوقوع في مشاكل في تفاصيل الحياة اليومية، الأعمال المنزلية، العلاقات الاجتماعية، كتير كتير تفاصيل الزواج أكثر بكتير من تفاصيل الخطبة، فلما الكترة هاي بتعطي فرصة أكبر للوقوع في المشاكل والوقوع بالمطبات، غير إنه فكرة التملك. هلأ الخطيب أو فترة الخطوبة أنت ما بتملك الشريك بصفة كاملة صح. وبتضل حريص أنه أنت تفقده، فدائما بتمشي على هواه أو بتمشي بما يناسبه حتى يعني تحصل عليه. هلأ انتقلنا لفترة الخوف لفترة التملك، الزواج خلص أنه هذا صار ملكي زوجي أو صارت زوجته، فالتملك هاي بعطي حالة من الاطمئنان صحيح. والاستقرار، فبنشيل صفة الخوف على الشريك إنه نخسره، فبنصفي إنه نظهر إحنا التفاصيل الثانية اللي ما كنا بنقدر نعرضها في فترة الخطوبة، فبتبلش المشاحنات وبتبلش الخلافات وكثرة التفاصيل، هي كثرة التفاصيل وكثرة الالتقاء، يعني فترة الخطوبة أكيد مش زي الزواج بتضلوا مع بعض لفترات طويلة في المنزل، بتناموا مع بعض، بتاكلوا مع بعض، فكثرة يعني حتى الدراسات في علم الاجتماع بيقول لك كل ما زادت فترة التقاء الأزواج بتزيد فترة المشاكل، فهي المدة والالتقاء وأيضا هاي شعور التملك هو اللي صحيح. بعطي فرصة أكثر لظهور هاي الاختلافات في العلاقات. نعم دكتورة، يعني يمكن بصراحة موضوعنا اليوم أنا أتمنى أنه كل سيدة مقبلة على هيك خطوة بالذات، لأنه نشوف السيدات مهتمين أكثر بهذه الجوانب صحيح. أنه يكونون أخذوا بكلامنا وانتبهوا إلى وينتبهون 100% لكل الخطوات اللي راح يخطوها. أكيد شكرا لك دكتورة وشكرا لوجودك ويانا. شكرا لك دكتورة. أهلا.